لسه مكملين مع حضراتكم وبنحاول نتعرف او يكون عندنا وعي بمرض الفايبروميالجيا. ومعانا دكتوره اميره حمدي اللي هي اسست بعد ما عملت جروب واسست صفحه عن المرض وبقى فيه كتير متابعين ليه. هو بس الفكره ان احنا بنتكلم حتى في الفاصل وحتى زمايلي وحتى الناس اللي بتتصل شايفه ان الاعراض دي متشابهه جدا مع امراض تانية. دكتوره اميره، ايه الحاجة الفاصلة اللي انا اقول لأ انا لازم بقى اروح لدكتور روماتيزم؟ هل هو بيتشابه مع مرض نقص فيتامين دي؟ هل هو بيتشابه مع امراض تانية كتيرة؟ انا كحد حاسس بنفس الاعراض اللي حضرتك قلتيها اللي هي الام في العظام، ايه اللي انا ممكن اقول فيه يعني في حاجة معينة او الدكتور اول ما يشوفها يقول لأ هو ده تشخيص المرض؟ هو في خطوات كتير. اول حاجة ان الدكتور بيعمل الفحص الكلينيكي السريري اللي بيشوف ايه الاماكن اللي واجع المريض، بيشوف العضلات شكلها ايه، المفاصل شكلها ايه. ده الفحص بتاع دكتور روماتيزم هو الادرى بيه. في حاجات معينه مثلا الام معينه في اماكن معينه، في نقط معينه 11 نقطه. 11 نقطه هي في اماكن كتير في الجسم بيبقى فيها الام، لو 11 نقطه منهم طبعا هم 18 نقطه في الجسم كله. لو 11 فيهم الم متوزعين في النص التحتاني من الجسم والنص الفوقاني واليمين والشمال، ما يبقوش في ناحيه واحده. يعني مثلا في العظم نفسه، حوالين الركبه، حوالين الكوع، حوالين في الاربطه، في اربطه العضلات بالظبط. ده غير ان العضلات كلها الركبة بتوجع، يعني اي ضغط على العضلات بتوجع علشان الاربطه بتوجع، فاللي يحس انها كلها وجعيه بالظبط، لان المكان كله وجعه، لان المفصل كله بيوجع. ف 11 نقطه من ال 18 دول لو في الفحص كانوا فيهم الم ده يشخص الفايبروميالجيا. دلوقتي حتى ده كمان بيقولوا ده مش حاجه كفايه، في اعراض تانية كتير لازم تكون موجوده برضو عشان نشخص الفايبروميالجيا. وده برضو عشان ناكد تاني بعد ما نستبعد بقيه الامراض المشابهه، مش اي حد عنده الاعراض اللي قلنا عليها يبقى عنده فايبروميالجيا. ممكن يبقى عنده نقص فيتامين د، ممكن يبقى عنده روماتويد، ممكن يبقى عنده حاجات تانية كتير. نقص فيتامين د شبهه بالظبط او الروماتويد شبهه جدا جدا جدا. فطبعا لازم هنروح لدكتور الروماتيزم، هو هيطلب التحاليل دي كلها والاشعه، التحليل هيبين اذا كان هو عنده نقص فيتامين د. طب افرضي حضرتك عنده نقص فيتامين د وبرده عنده ده، معظم مرضى الفايبروميالجيا عندهم مشكله في امتصاص فيتامين د وبيبقى عندهم نقص فيتامين د برده جنب الفايبروميالجيا. بس لو خدنا فيتامين د وفيتامين د اتظبط في التحليل ما زالت الاعراض موجوده، فوارد يكون في على الهامش برده فايبروميالجيا مع فيتامين د. بس عايزين